تحياتي مشاهدينا الكرام ووقفة مع الصحافة التي ستصدر في الغد والبداية مع العناوين. نبدأ من اليوم السابع، المصريون يحتفلون بنصر أكتوبر ويدعمون الدولة والرئيس. الشروق أيضا، مجلس الوزراء ينفي 13 شائعة أبرزها تأجيل انتخابات مجلس النواب. ومن المصري اليوم، مستشار الرئيس يناقش استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا. ونقرأ أيضا من جريدة الشروق، التعليم امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبنماذج متكافئة في الصعوبة. أبدأ مع حضراتكم بالتفاصيل لهذه الأخبار ونقرأ من اليوم السابع، المصريون يحتفلون بنصر أكتوبر ويدعمون الدولة والرئيس. التفاصيل، قرر المصريون الخروج والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في ميادين القاهرة والأسكندرية والمحافظات، وكان مئات الآلاف من المواطنين في الميادين قد قرروا أن يرسلوا رسائل عندما يقررون الخروج لا أحد يمنعهم، وأنهم يخرجون للاحتفال بذكرى انتصار عزيز. وبدون كلام كثير امتلأت الميادين بالمواطنين. من الوفد، رئيس الأمريكي وزوجته يدخلان الحجر الصحي، وهو الخبر الأبرز على مدار الساعة اليوم في جميع أنحاء العالم. ورئيس السيسي يتمنى لهم الشفاء العاجل. الرأي التفاصيل، أن رئيس السيسي يتمنى خالص الشفاء العاجل لرئيس الأمريكي ترامب ولقرينته من فيروس كورونا. وقال الرئيس، خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وأن يتجاوز هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة الأمريكية. كان ترامب قد أعلن أمس الجمعة إصابته مع زوجته بفيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات التي تجرى لهم إيجابية إصابتهم بالوباء. وقال إنه وزوجته سيدخلان الحجر الصحي حتى يتماثل للشفاء. متابعة، تنضم إلي الأستاذة فاطمة بدوي الكاتبة الصحفية ورئيس قسم الشؤون الخارجية بأخبار اليوم. أستاذة فاطمة، تحياتي لحضرتك في البداية. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. بالتأكيد التعامل مع حجر الرئيس الأمريكي لمدة لن تقل عن 15 يوما في وقت حرج جدا، هو أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، كيف تقرأي القادم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالفعل وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانا بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهم للفحوص، أعطت نتيجة إيجابية بخضوعهم للحجر الصحي لمدة تصل إلى 15 يوم بمثابة صدمة وإرباك للمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 3 نوفمبر المقبل. ترامب بيسعى للفوز بولاية ثانية من 4 سنوات في مواجهة المرشح الديمقراطي جون بايدن. والحقيقة هذه الإصابة بتطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الحملة الانتخابية ونتيجة الانتخابات المقبلة. تحديد تأثير نتيجة إصابة الرئيس ترامب على مشهد الانتخابات الأمريكية، وهل ستؤثر الإصابة عليه صحيا، خاصة أنه كبير في السن، سنه بيتعدى 70 عام، ووزنه ايضا كبير الى حد ما كما اقر ذلك التقرير الطبي من الاطباء المرافقين الى حالته، ودرجه اصابته الحقيقه هل هي مستقره ام خطيره. التاكيدات الطبيه من الاطباء المرافقين والمتابعين لحالته اكدت ان حالته مستقره هو وزوجته، وهم يخضعون الان الى طيب. قانونا من سيتولى؟ النائب هو الذي سيتولى امور الحكم، ولكن التعامل مع المؤتمرات والمناظرات، كان هناك كلام على ان تكون عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، ان تكون عن بعد، صعب انها تتوقف، اليس كذلك؟ لا بالفعل، هو حضرتك تاكيدا لكلامك انه بالفعل هو النائب هو من سيكون خليفه له في تولي مقاليد الحكم،
وإذا هناك بعض الأقاويل التي طرحت مؤخرا بين أن النائب الخاص به كان قريب منه خلال الأيام الماضية بشكل كبير جدا وواضح، فإذا تم تأكيد إصابة النائب هو الآخر فسوف يتم إسناد مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نانسي بيروسي الديمقراطية رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكية. فيعني وهذا طبعا سوف يسبب صدمة بالغة لترامب لأن هناك اختلاف وجهات النظر متباينة ما بين الاثنين، لكن يعني ليس خلاف وجهات النظر ولكنه خلاف حاد بينه وبين رئيس الكونغرس. يعني شكرك شكرا جزيلا على التواجد معي استاذة فاطمة بدوي، شكرا لك شكرا جزيلا. بننتقل لشروق مجلس الوزراء، بينفي 13 شائعة أبرزها تأجيل انتخابات مجلس النواب. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد وجود العديد من الإشاعات وتم التواصل مع الجهات المعنية لتأكيد صحة أو خطأ هذه الشائعات، منها السماح بتقنين أوضاع أراضي العاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها، لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب، نفت أيضا وجود عجز في الأدوية في المستشفيات الحكومية، نفت أيضا وقف الحكومة لصرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، نفت فرض رسوم على الأمتعة الشخصية لركاب السكك الحديد، وإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة إلى العدادات كودية. أيضا في مجموعة كبيرة جدا من الشائعات، وهي هذا النفي موجود على كل الشاشات تقريبا للمتابعة لمن يرغب في المزيد من التفاصيل من حضراتكم. أكثر من 13 شائعة تم نفيها بالرجوع لمصادرها الرسمية. المصري اليوم بنقرأ منه مستشار الرئيس يناقش استعداد المستشفيات الجامعية لموجة ثانية من جائحة كورونا. الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية التقى برئيس جامعة القاهرة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة واستعدادات هذه المستشفيات لما يعرف أو لما هو متحسب له من موجة ثانية من فيروس كورونا. وبالتأكيد كان لدور المستشفيات الجامعية في التعامل مع الفيروس كان أكثر من رائع، منهم استقبال المصريين العاديين من الخارج، العزل الاحتياطي، وتم استعراض كل ما ينقص هذه المستشفيات لتوفرها. من الوفد المجر تستثمر في سكك حديد مصر، تصريح من وزير النقل كامل الوزير أكد فيها عمق العلاقات التجارية المصرية المجرية على مستوى القيادة وأيضا الشعوب، وقال أنه هذا المناخ الاستثماري الموجود في مصر جذب الاستثمارات المجرية، واختارت المجر التعامل مع مجال النقل، وكان هناك فرص كبيرة للتعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتحديد السكك الحديد وإنشاء خطوط جديدة وأيضا تطوير ورش السكك الحديد. اليوم السابع بنقرأ منه قناة السويس تسجل عبور 14 ألف سفينة خلال 9 أشهر. تفاصيل هذا الخبر بتقول أنه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد أن قناة السويس عبر فيها تقريبا 14 ألف 19 سفينة خلال 9 أشهر، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهد القناة عبور أيضا نقلات بترول وأكبر سفينة حاويات بيصل طولها لتقريبا 400 متر. سياسة التسويق الأخضر أو ما يعرف بهذا التسويق، شركة أيكيا مثلا قامت بتوجيه وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس رجاء الصالح في الرحلات الممتدة من الشرق إلى الغرب، وده نتيجة الخوف من زيادة الانبعاث الحراري نتيجة زيادة المدة. بمعنى التعامل مع هذا النوع من النقل هو نوع صديق للبيئة، وبالتالي بيجب على الشركات اللي بتسعى للتعامل مع هذا النوع ما يعرف باسم النقل الأخضر أو النقل الصديق للبيئة أن تتخذ طرق أكثر قربا أو أقصر في المسافة، وبالتالي شركة كبيرة كأيكيا وجهت أنها تستخدم قناة السويس بدلا من طريقها التقليدي عن طريق رأس رجاء إصالة.
بقى ننتقل لخبر آخر من الشروق. امتحانات الثانوية العامة هتكون إلكترونية بنماذج متكافئة في الصعوبة. تصريح من وزير التربية والتعليم إن الامتحانات هتكون إلكترونية وهتكون ليست متشابهة ولكنها نماذج متكافئة في درجة الصعوبة. وأضاف بالإجابة حول أسئلة لأولياء الأمور عبر موقع فيسبوك إن الامتحانات هتكون إلكترونية وده أفضل من الناحية العملية والتنفيذية. وناشد كما هو معتاد عدم التشكيك في ما تعلنه الوزارة للعام 2021 وإن الوزارة هتهتم بكل ما يستجد من إجراءات سواء لوجستية قانونية إدارية. هذا هو عمل الوزارة ويجب على أولياء الأمور ألا تقلق. انتهت هذه الجولة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.